انضم الينا في الاثناء مباشره عبر الهاتف من الرباط مراسل بين سبورتس الاخضر النوالي. الاخضر مرحبا بك، هل لك ان تقربنا بدايه من اخر استعدادات واللمسات الاخيره لمنتخب المغرب لمباراته المنتظره كما ذكرنا ضد منتخب كوت ديفوار؟ مرحبا مهيد. يمكن القول ان المنتخب المغربي قد استكمل تحضيراته قبيل الرحيل الى ابيجان لملاقاه كوت ديفوار في اخر جوله في مباراه حاسمه. الحصتان التدريبيتان اللتان اجراهما ايرغرونال ضواحي الرباط كانت في سريه تامه، وهذه سابقه، حيث اختار رونار صيغه التجمع المغلق ولم يسمح باي مؤثرات اعلاميه او جماهيريه حتى لحضور هذا التجمع. وهذه الصيغه الجديده اعتمدها رونار، وذلك لمحاوله تحرير اللاعبين من الضغوط واضفاء اجواء حميميه داخل الاسود واعطاء خطه لتيسير اللغه الفنيه بين المدرب واللاعبين من جهه، وبين اللاعبين بصيغه متبادله. اذا اعتبرت هذه الصيغه فلسفه ناجحه في مثل هكذا اجواء. وكملاحظه اوليه مهيب عن تشكيل الاسود، تم تسجيل عوده حمزه منديل الذي كان مصابا في الفترات الاخيره ولم يشارك ضمن المنتخب المغربي في مباريات هامه مؤخرا، وهو اللاعب الشاب الذي يعول عليه رونار لطراوته البدنيه وكذلك لاندفاعه الهجومي ويقظته الدفاعيه في آن. والجديد الاخر هو تذويب وابعاد التخوفات حول عدم مشاركه مهدي بن عطيه، حيث حضر العميد وسيكون اساسيا في التشكيل. كذلك انضمام نجم نادي الوداد البيضاوي اشرف الشرقي الذي تحدث عنه الاعلام كثيرا، انضمامه لتشكيل الاسود وهو الذي يعتبر نجما للوداد خاصه في نهائي رابطه ابطال افريقيا. هذه المعطيات بالاضافه الى الحمله الاعلاميه الواسعه كلها معطيات ترمي الى مسانده الاسود ومعها التفاف جماهيري كبير. وكذلك جيد الاخضر يعني الاخضر 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 الى اي حد ربما هنا نقطة هامة صراحة، يشكل تتويج الوداد المغربي بلقب دوري ابطال افريقيا ربما حافز معنوي لكتيبة الفرنسي ايرفي رونار. صحيح، يعني فوز الوداد برابطة ابطال افريقيا اعطى الكثير واعطى دفعة معنوية لرونار واسوده وللكرة المغربية بصفة عامة. يعني هناك خاصة في ظل الطفرة الكروية التي يعرفها المغرب، ومن شأن ذلك ان يقوي حظوظ الاسود في بلوغ المونديال، المونديال الذي غاب عنه المغرب حوالي 20 عام. وفي انتظار تأكيدات، يعني هناك العيون منصبة ومشدودة صوب أبيجان وتنتظر يعني نتيجة إيجابية، تنتظر على الأقل نقطة. وعلى ذكر نقطة مهيب، يعني في انتظار تأكيدات يعني حول الأوراق الأساسية التي سيلعبها رونار، يعني يحتاج كما قلت إلى نقطة وحيدة من هذه المباراة. لكن حادثة تصفيات مونديال 2002 تلقي بظلالها على هذا اللقاء، إذ أن الخسارة أمام السنغال آنذاك في آخر جولة كلفت الأسود خروجا وغيابا عن مونديال 2002، حيث كانت نقطة واحدة كافية لبلوغ ذلك المونديال ولم يتم ذلك. هذه الحادثة لا يريدها المغاربة أن تتكرر اليوم، ولا يريدون أن تلدغ أسودهم من البحر مرتين. مراهنين مهيب في نقطة أساسية على خبرة رونار الذي يعرف جيدا المنتخب الإيفواري، يعرف أنه يعني فهم يعني حالة الفيالة، طريقة لعبهم، ميولاتهم الفنية وغير ذلك من طقوس محيطة في مثل هكذا الإزالات. طيب الأخضر كما ذكرت يعني وكما أتيت عليه ربما فيما يخص موضوع المباراة الحاسمة والأخيرة دائما لتكون للمنتخب المغربي التي تمكنه من التأهل، قد يكون التركيز غير موجود، ربما يفتقد لأهم العناصر في بعض الأحيان، لكن هل برأيك استوعب المنتخب المغربي الدروس السابقة؟ وهل أيضا هناك تحفيز من جانب الإعلام المغربي فيما يخص هذه المباراة الهامة بالذات؟
نعم يعني التركيز الدليل على ذلك كما سبق أنا أشرت يعني أن الحصتين التدريبيتين كانتا في المغلق، هذا لتدفيق التركيز، الإعلام يعني في مساندة والاستمرار لمساندة الأسود، كذلك مجموعة من الترتيبات أخذت لتنقل الجماهير لتكون عن قرب ولتؤازر أسودها عن قرب في كوت ديفوار، وحيث من المنتظر أن يأتي عدد الجماهير إلى 3000، ومن بين جديد كذلك تم إضافة خط جديد، خط جوي جديد يربط من وجدة إلى أبيجان، حيث أضيف مطار وجدة أنجاز إلى مطارات السابقة طنجة والدار البيضاء ومراكش، التي ستتوجه وستنطلق منها الجماهير المغربية لكوت ديفوار لمساندة أسودها، وكذلك هناك إقبال منقطع نظير على هذه الرحلات. شكرا جزيلا لك الأخضر نوالي مراسل بين سبورتس، كنت معنا مباشرة من العاصمة المغربية الرباط عبر الهاتف.